السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ اليوم سندرس اللغة العربية للصف الثاني. الموضوع اليوم حرف الهاء. حرف الهاء حروفها. هيا نشاهد معي حركات الهاء. بارزها. أولا فتحة، بارز أتس. الثاني كسرة، بارز بواه. الثالث ضمة، بارز دفة. أولا ها فتحة، ها yang berbaris di atas. المثال هدية، هدية. الثاني ها كسرة، ها كسرة، ها yang berbaris bawah. المثال هلال، هلال. الثالث ها ضمة، ها yang berbaris depan. المثال هود، 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 هود. مواقع حرف الهاء. kedudukan حروف ها. الأول في أول الكلمة. الثاني في وسط الكلمة. الثالث في آخر الكلمة. في أول الكلمة حروفها berada di awal perkataan. المثال هرة، هرة. في وسط الكلمة حروفها berada di tengah perkataan. المثال لهبون، لهبون. في آخر الكلمة حروفها berada di akhir perkataan. المثال وجهون، وجهون. الكلمة المشتملة على الهاء. perkataan yang mengandungi huruf H. الأول الطويلة. الثاني الساكنة. الثالث المشددة. الأول الطويلة، ها yang dibaca panjang. ها تي فون، ها تي فون. الثاني الساكنة، حروفها yang ada tanda mati. قه و تون، قه و تون. الثالث المشددة، حروفها yang ada tanda سكن. قه ها طهر. قد انتهى الدرس اليوم، إن شاء الله سنلقي مرة أخرى. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. مع السلامة وإلى اللقاء.